يمكن برضه من الملفات داخل فريق الكرة في نادي الزمالك هو التجديد لأبنائه، يمكن أبرز الأسماء اللي هتنتهي عقودها في عقدها في نهاية الموسم هو أحمد فتوح، والكلام كتير على أحمد فتوح سواء هيكمل نادي الزمالك هينتقل للنادي الأهلي أو حتى نادي بيراميدز أو حتى تجربة أخرى، ولكن هيبقى خارج صفوف نادي الزمالك. هل في تفكير في الوقت الحالي باعتبار ان انتوا تحاولوا تحلوا مشكله فتوح او حتى الكلام مع فتوح بشكل او باخر انه ينتظر كلها ايام قليله لانتخاب مجلس جديد داخل نادي الزمالك؟ انا كحسين لبيب ليس لي اي صلاحيه حاليا ان انا اتفاوض او اتكلم مع اي لاعب من داخل نادي الزمالك، لان برضو يعني من مبادئنا في النهارده اداره هي اللي بتدير نادي الزمالك، ولما بيلجأوا لنا في اي حاجه احنا تحت امرهم كمحبين لنادي الزمالك. فانا كنت عايز بس اقول الستيتمنت دي في الاول عشان ناس كتير بتتكلم في الكلام، وانا عارف الاشاعات اللي بتطلع وكابتن حسين قعد يا جماعه ما فيش حاجه من دي خالص، ما حصلش اي جلسه معاه، لا خليني بس اقول ما بيحصلش اي حاجه الا لو الاداره الحاليه متمثله في الدكتور عماد البنان احمد الاستاذ احمد فؤاد الوطن والكابتن ايمن شعراوي بيطلبوا ان احنا نساعد في ملف من الملفات، فاحنا كمحبين للنادي بنساعد بكل ما اوتينا من قوه مش عشان احنا مرشحين. فدي اول حاجه بالنسبه للكابتن فتوح او اي زميل اخر، لان عندنا مش فتوح بس او الكابتن فتوح بس هو اللي محتاج انه يجدد عقده في يناير، عندنا مجموعه من اللاعبين بس طبعا التركيز كله او الفوكس كله على الكابتن فتوح. لا طبعا يعني احنا بالنسبه لنا جميع اللاعبين هم اصول ثابته في نادي الزمالك، يعني ملف كره القدم ده ملف بالنسبه لنا هو اكبر ملف لابد ان يتم الاهتمام به، وبالتالي اللاعبين والجهاز الفني هم دول اساس شغلنا كله، لان برضو عشان نبقى بنتكلم جد يعني الكره هي مقياس الجماهيريه وهي مقياس النجاح وهي مقياس كل شيء. فبالتالي لا طبعا يعني بنحاول بكل ما اوتينا من قوه كنادي الزمالك، مش بتكلم اشخاص، كنادي الزمالك ان احنا نهيئ الاجواء المظبوطه لجميع اللاعبين وبالذات في فريق كره القدم، ونحاول نحافظ على كيان الفريق. وبالتالي كابتن فتوح هو من اقدم الناس، يعني هو النهارده الثاني او الثالث ككابتن الفريق، يعني فاهم قصدي؟ فيبقى بالتالي لابد ان انا احافظ على قوام الفريق، وبالعكس كمان بنشتغل على ان نرفع الايقاف وبالتالي ندعم فريق الكوره.